فرحة لسه متواصل معاك، لسه متواصل معاك. كان معايا كابتن انيس الشعلالي، كابتن ميدو، وطبعا عمل مجهود كبير جدا هم مع الفريق. كابتن انيس برحب بيك. اهلا بيك، اهلا بكل الاهلاويه وكل الناس. مبروك لينا ومبروك للناس اللي النهارده كانت معانا بقلبها وكانت موجوده في الملعب. والحمد لله انتصار مهم، انتصار عزيمه والروح، والحمد لله. شفت المباراه النهارده ازاي؟ شفت المباراه اعصابك ها؟ على اعصابي الحمد لله. اهم حاجه انه يعني كان في روح، كان في تركيز، والمكسب اهم حاجه في الماتش هو المكسب، والاداء كان فيه قتال، في عزيمه، في اصرار، الحمد لله. ولادك؟ ولادي والمشجعين. سميهم بس ده يحيى. يحيى ازاي؟ مش نحوالك، قول مش نحوالك، قول لاباس. عامل ايه؟ قول لاباس. اهلاوي؟ قول لاباس. ها؟ انت تحب الاهلي؟ يحيى ومين؟ حمزة. مبروك يا حمزة. شكرا. مبسوط؟ فرحان يعني؟ ايه فرحان برشا. انت بتحب الاهلي ولابس تيشيرت الاهلي وبتاع؟ اهلاوي. مبروك يا كابتن انيس، وان شاء الله في استمرار كده، وان شاء الله نقدر نفوز المباراه. الحمد لله، ان شاء الله يا رب يكرمنا ان شاء الله. وسلام لكل الناس في استوديو وكل الاحباء وكل الناس اللي بتشجع بروحها، وربنا يكون في عوننا ونفرح كل الناس يا رب العالمين. تدريبات استشفائيه بكره ان شاء الله. ان شاء الله احنا عندنا دلوقتي اجتماع هنحط البرنامج ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم، الله يخليك. زي طبعا ما شفته كابتن ميدو، دي الاجواء.